مرحبا بكم الجيمرز الكل، معكم اليوم احمد كابو في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على احسن لعبه رياضيه في معرض جيمز كوم 2015. بالطبيعه عرفتوني على شنو نحكي على برو ايفولوشن سوكر 2015. بعد لعبه اقل ما يقال عنها فاشله، ترجع لنا كونامي سناب لعبه خذت احسن جائزه في معرض العاب الفيديو بالمانيا 2015. من اول تريلر خرجت لاحظ تطور كبير ياسر في على مستوى الرسوميات، يعني الجرافيك، وزاد تلاحظ انه الجمهور ولا يرفع معلقات في كل بارتي، وكل بارتي عندها المعلقات نتاعها، وتلاحظ النمذجة والموديليزاسيون قوية ياسر للملعب الالترا فورد نتاع مانشستر يونايتد. وزاد شفنا برشا جيست تكنيك جدد ما ريناهمش في حتى اجزاء سابقة، وهوني نحب نقول اللي مدير فريق التطوير قال اللي استوديو التطوير رجع للأجزاء السابقة الناجحين في تاريخ كونامي وسلسلة برو ايفولوشن سوكر اللي هما برو 6 برو 9 وبرو 13 اللي خذوا مبيعات كبار وعجبوا العباد برشا. وهوني قال اللي برو 14 ركزوا على الجرافيك نتاعها ما ركزوش على الجيم بلاي، هذاك علاش اللعبة كانت فاشلة على الاخر، لكن السنة برو 15 حاجة مختلفة على الاخر. وقال اللي هما باش يركزوا برانسيبالمون على الجيم بلاي اكثر من الجرافيك، وكيما رينا في التريلر الجرافيك كان طيارة على الاخر. ان شاء الله برو 15 تكون تحسنت، وهذا اللي يعد به المدير التنفيذي متاع برو. في التريلر الثاني نشوفوا اللي المنيو متاع اللعبة تبدل كومبليتمون، تبدل معناتها بصفة كبيرة، ولا يشبه ياسر للمنيو متاع فيفا 14. وزادة زادوا دي ليغ جدد أهمهم الكوب دوروب والكوبا ليبرتادوريس. وزادة نشوفوا قوة متاع جرافيك في النمذجة والأكساء متاع الوجوه متاع الملاعبية. دونك برو باش ترجع بقوة كبيرة السنة، وكونامي باش ترجع للمجد متاعها. ديمو برو 2015 باش تخرج في 17 سبتمبر على الكونسولز، وباش تخرج في 13 نوفمبر على البي سي. وهذا حسب ما اكد لي ادم هاكي مسؤول كونامي في اوروبا، كما تراو هوني على الاكران بحذايا. كيف كيف قال لي اللي الفيرسيون تاع البي سي والفيرسيون تاع نيكست جين كونسولز مش باش يكون فيهم فرق في الانيميشنز وفي المودز وفي الجيم بلاي وفي الجرافيك، اما فما حوايج بسيطة كما في الظل وفي الحكايات هذيا باش يكون فيها شوية فرق. كيف كيف أكد لي أن المعلقين اللي كانوا موجودين في برو ايفولوشن سوكر 2014 باش يكونوا موجودين في برو ديمتنانس، وبالطبيعة نحكي على روف خليف اللي إن شاء الله باش يكون متواجد بالتعليق نتاعو الحماسية اللي تعودنا عليها في برو ديمتنانس. الفايدة الوحيدة اللي لاحظناه في اللعبة هذيا برو 2015 هي التشابه الكبير ما بين المنيو متاع الفوت في فيفا 15 والمنيو متاع الفورماسيون متاع برو 2015. وصلنا للفام متاع الفيديو متاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش تعملوا لايك كومنتير وسبسكرايب. كان معكم احمد كابو، السلام عليكم. مو برو 2015 باش يخرج في 17 سبتمبر على الكونسول، وفي 13 نوفمبر على غزرت اللوطه دوحي هم باركه. ديمو برو 2015 باش يخرج في 17 نوفمبر على الكونسولز، وفي 17 سبتمبر و 13 نوفمبر نفس هذه ما تحطيش سكر فمك انت. الفيل توا وفى الفيديو، وصلنا للفام تاع الفيديو، ان شاء الله